مكتب البريد الجزائري الذي فتح أبوابه في سنة 2019. يتنقل هذا المكتب الذي يتمثل في حافلات تابعة للبريد الجزائري إلى السوق الجواري في حي الزيتون بعاصمة الولاية عين تيمشنت في أول يوم من شهر رمضان شهر الرحمة، وذلك لتسهيل وتخفيف الضغط على المراكز الأخرى المتواجدة في شهر رمضان الكريم. وهذه المناسبة نقول شهر رمضان كريم لجميع مواطنين ولاية عين تيمشنت خاصة ومواطنين الجزائر بصفة عامة. بالنسبة للعملية، احنا تم فتح مكاتب، يعني 71 مكتب بريدي راهي مفتوحة، وما يخفش عليكم كانت مواقيت خاصة بهذا الشهر. رانا قمنا بإعلام جميع المواطنين ساكنة ولاية عين تيمشنت. إضافة إلى هذا، جندنا الحافلة يعني مكتب البريد المتنقل لباش يجوب شوارع المدينة خاصة المناطق النائية، وبالأخص سوق الرحمة بحي الزيتون. إضافة إلى ذلك، يعني السلام عليكم. شنو اللي فوالا السلام عليكم. صح رمضان. نشكر عمال البريد تاع عين تيمشنت قايمين بالواجب، برسك ما نروحوش الكولا بزاف اللي هي في لي بوست، والحمد لله بحال السوق تاع حي الزيتون. ونشكر العمال وقايمين بالواجب، ونشكر كل الناس ونقول لكم صحة فطوركم الأمة الجزائرية. بسم الله. السلام عليكم. بوزادة يحياوي، موظف ببريد الجزائر. مكتب بريد الجزائر المتنقل الذي فتح أبوابه منذ 2019 هو اليوم بعين تيمشنت، وقد خفف الضغط على المكاتب الأخرى للولاية، وها هو اليوم الأول لرمضان يسهل على زبائن البريد أمام سوق الرحمة. رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله.